اتفضل يا فاروق. من جديد كل التحيه ليك يا كابتن هيثم ولضيوفك الكرام ولكل مشاهدينا ومشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. بالفعل زي ما حضرتك بتقول المطرقه بتاعت النادي الاهلي الكابتن احمد سيد. كابتن احمد هو بالمناسبه كابتن هيثم من الناس اللي قليل لما بتطلع على شاشه قناه النادي الاهلي او وسائل الاعلام. كابتن احمد برحب بيك على شاشه قناه النادي الاهلي، لقاء احنا مستنيينه بقالنا كتير، لكن انا عايز اتكلم على لقطه مهمه جدا. مع انتهاء المباراه كابتن محمود الخطيب كان حريص ان هو يهني اللاعبين وكان بيتابع المباراه، دور كبير جدا لكابتن محمود الخطيب مع الفريق وكل منظومه النادي الاهلي، ودور كبير جدا لمجلس الاداره. طبعا يعني الحمد لله طبعا على المكسب، وانا بهدل المكسب ده لجمهور النادي الاهلي وكل الناس اللي واقفه معانا وضدنا ومعانا، فالحمد لله يعني قدرنا ان احنا نسيطر على المباراه وكسبنا وكنا جاهزين ومركزين، لان فعلا احنا خسرين ماتشين فده كان صعب في حد ذاته، بس الحمد لله يعني الفرقه دي رجاله ووقفنا كلنا مع بعض والحمد لله قدرنا ان احنا نكسب والحمد لله. كابتن احمد يعني تهنئه الكابتن الخطيب بالنسبه لكم يعني مع انتهاء اخر نقطه، والكابتن الخطيب دايما في الموعد في ظهركم في اي وقت. طبعا يعني انا بحب يعني كابتن محمود يعني اشكره اللي هو فعلا بيبقى واقف معانا واي حاجه كنا بنطلبها كان بتيجي على طول، والحمد لله اللي احنا قدرنا ان احنا نكسب ونديله الدوري ده ان شاء الله. هدوءكم بقى النهارده في التعامل مع المباراه، كان في هدوء في ثقه كانت منعكسه على الكابتن ميدو سلامه والجهاز الفني وايضا على اعضاء مجلس الاداره الموجوده في ارض الملعب. لا يعني والله الحمد لله احنا كنا جاهزين اصلا من بدري، فعلا ماتش الجيش يعني حصل دروب، فالحمد لله اللي هو جه في الماتش ده والحمد لله احنا كسبنا برضو اول لقاء مع نادي الزمالك كان برضو 3-0 كان في نفس الصاله دي، وكان اللي احنا كنا واثقين الحمد لله ان احنا كنا هنكسب، وكان كل ده بالهدوء وكان عادي اول لما الشوط يخلص عادي احنا لسه ما بداناش لغايه لما الحمد لله نهايه المباراه قدرنا ان احنا نسيطر على كل حاجه الحمد لله. اشكرك يا كابتن احمد وبالتوفيق ومبروك ومليون مبروك ومستنيين منكم بطوله كاس مصر. يا رب ان شاء الله، انا اوعدكم اوعد جمهور النادي الاهلي ان شاء الله. ربنا يخليك. كابتن هيثم ده كان لقاءنا مع الكابتن احمد سعيد مطرقه النادي الاهلي، مليون مبروك لكل جماهير النادي الاهلي. من جديد تعود ليك الكلمه يا كابتن هيثم ولضيوفك الكرام.